السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من محل طوب أختيكل بسوق القريعة، الزنقة 80 نظارات، الرقم 7. نديرو واحد الإطلالة على فين جا المحل بالضبط. الزنقة ديال مالي نظارات هي هادي، الزنقة راه واسعة، جيش مالي البال، الهيكل من مالي البال، وهنا كاين صحاب التريات وهذا هو المحل، وكاين هنا آخر مول التريات هو هذا، وكاين هنا النجارة. فمرحبا بكم، نشوفوا أهم المنتوجات اللي كاينين في المحل باش نعرفوا لي زارتيكل اللي كاينين في محل طوب أختيكل. فبالنسبة لهادو كاينين هادو ديال الخبز، فيهم الغطاوات ديال العود، حاجة مزيانة، فيهم الأوفال وفيهم الضيرين. كاين هاد الطحانات تاع العطرية اللي كيقلب الناس على حاجة مزيانة، كاين الطحانات ديال العطرية، ولكن من الأحسن تاخذوا الواط يكون طالع. ديما الواط خذوا للطحانات، سواء الطحانات ديال العطرية ولا لي هاشوار ديال الخضرة ولا ديال اللحم ولا أي حاجة، خذوا الواط يكون طالع. كاين هاد القراعي ديال العطرية، هنا عندنا أدوات المطبخ، هنا هاد القراعي ديال العطرية بواحد الشكل زوين، هادو فليكسيبل فيهم 6 القراعي، وكاين هادو فيهم 8 القراعي، فيهم هاد الموديل هذا، وكاين هادو اللي اللور فيهم 12 قرعة، فيهم 6 الفوق و 6 التحت. كما تلاحظوا معنا الشكل ديالهم زوين وأنيق، ولا بغيتو تحطوهم كيتحطو، بغيتوهم تعلقوهم راه كيتعلقو. كاين هاد الستيل هذا تا هو، هادو كلهم أدوات المطبخ، حيت حنا خصصنا هاد الشق هذا فيه جميع أدوات المطبخ، نكملو معاه ونهبطو نشوفو الموديلات اللي كاينين أخرين. كاين هاد الموديلات هادو اللي فيهم ديال الخبز وديال الأتاي والسكر، فيهم 3 بياس وفيهم هاد الكبيرة هادي، فيهم هاد القراعي هادو اللي فيهم هاد الغطا ديال الفرشي بواحد ستيل زوين، وفيهم هاد السيبور ديالهم راه دايرين ضجة في الانترنت. هما دابا حاليا عندنا حنا في المحل وبثمن جد مناسب ان شاء الله. كاين القراعي هادو، كاين القراعة ديال الشوميشة فيها البروميان وفيها الدوزيام شوا، غادي نوضحوا هاد المسألة ان شاء الله في الفيديو الجاي ولا في هاد الفيديو ان شاء الله. كاين بزاف ديال لي تخيك، كاين هاد المنظمات تاع العطرية، هما كتجي زوينة وأنيقة وراقية. غير نشوفوا كاع المنتوجات اللي عندنا بعجالة باش ما نطولوش هاد الفيديو، باش الناس تا هي تستافد وتشوف أهم المنتوجات اللي عندنا في المحل ديال سوق القريعة، زنقة 80 نظارات رقم 7. سولوا على محل ديال أمينة، معروفين الحمد لله في السوق. انتو حاولوا ما أمكن تجيو المحل باش تشوفوا المنتوجات، وهاد الشيء راه عندنا إن شاء الله منتوجات اللي حصرية ديال الإنترنت، إن شاء الله غنوريوها لكم وبأثمنة مناسبة. كاين هاد الكتر بياس المرخمين، هما موديل زوين، بغيتيهم بالسيبور بغيتيهم بلا سيبور. كاين هاد اللوش هذا، هاد الشيء اللي كنديروا هاد الفيديو راه حصري على هاد الفيديو، يعني يقدر الناس يجيو وما يلقاوش هاد المنتوجات لانهم كيتباعوا. هاد الشيء اللي كنديروا عليه فيديوهات، تيجيو الناس تبارك الله من مختلف المدن كيجيو ياخذوا عندنا. كنحاولوا ما امكن كل اسبوع كنديروا جوج ثلاثه فيديوهات على الجديد اللي كاين. فمرحبا بكم، اللي قريب المحل هنايا القريعه ولا في كازا مرحبا به. الناس اللي ما عندهمش الوقت راه عندنا التوصيل، راه كنوصلوا الناس للدار، ما كاين حتى شي مشكل. يتواصلوا معنا غير في الواتساب، وحنا ان شاء الله راه غادي نتواصلوا معاهم ونشوفوا المنتوجات اللي بغاو، وان شاء الله راه غادي نوصلوا لهم حتى للدار. بالنسبه للمنظمات المطبخ، كاين هذا الشق هذا فيه بزاف ديال الموديلات، كاين العطريه ديال الشوميشه فيها بروميان فيها الدوزيام، كاين الفراقه هذه، كاين هذه ديال العطريه الشوميشه على 6، كاين هذا اللي ماغ بحال هكا تيرمو ستارباكس، هاد البولات ليد بالنسبه للناس اللي عندهم بلاصه ما البلايص ما عندك مثلا فيها الظلمه، ولا عندك واحد البلاكار لتحت مظلم بزاف، كدير هاد البولات هادو بلا انستالاسيون ديال الخيط بلا والو، بالتيليكوموند بغيتي تشعلهم مانيوال كتشعلهم، بغيتي تشعلهم بالتيليكوموند تتشعلهم، هم عمليين تبارك الله. كاين هاد المنظم هذا ديال ليكوش ديال الدراري الصغار واللوازم ديال الاطفال، كاين هاد التويشيه هذه ديال القطبان باش كتصيبي واحد 30 قطيب في خطره واحده، يعني باقل مجهود وفي وقت وجيز كتوفر لك الوقت وتوفر لك بزاف ديال الجهد باش كتوجدي القطبان، لان كنعرفوا القطبان اللي بغيتي تقطعهم خاصك وقت، وباش تعمرهم خاصك حتى هو وقت، يعني هادو سهلوا بزاف ديال الحوايج حنا غنشوفوهم ان شاء الله في هذا الفيديو. سهلوا بزاف ديال الاعمال اللي كديرهم السيدات في المنزل بواحد الطريقه زوينه وسريعه جدا. كاين هذا الموديل هذا، هذا الغونجمون كيدار فيه هنا الفوق
بالفونتوز بلا فيساس بلا والو، وفي البلاصه العلاقات كاين هذا المنظم تاع العطريه، كاين هذا تاع المقالي، الناس قلبوا عليه بزاف. او جبناه لكم منظم تاع المقالي وصل لي بلاكار، وتقدري تستعمليه حتى للطباسل والقرادات واي حاجه. هاو كاين هاد لاباراي ديال السوفيد باش كديغاجي هذاك اي حاجه تديغاجيها، نشوفوها عن قرب. ها هو كديغاجي البرد وكتيكونوميزي لي سباس، وفي نفس الوقت كتحافظ على القيمه الغذائيه ديال هذا الشيء لاطول مده. كاين هاد ديال البانكيك وديال الكريب، ها هو كيصايب الكريب سون فيل بواحد الطريقه زوينه. وعندنا ديال الفيل، عندنا ديال الفيل حتى هو بالفيل، ها هو كاين اللور، ولكن هذا سون فيل عملي باش كتجنب كثر الخيوطه، وبواحد الطريقه زوينه كتعمري هذيك الطاسه هذه، كتكون مع واحد الطاسه هذه بالعجين، وكتهزي هاد لاباراي كتسخنيها هنايا، هادي هي لاباراي الشارجور ديالها، كتسخن صافي كتقلبيها على هذاك، وكتصايب لك العجين الكريب عفوا، وتتصايب لك حتى الورقة البسطيله. كاين هاد الموديل هذا، ها هو موديل رائع اللي بغى يصايب اربعة البغريرات ولا اربعة الكريبات في دقة واحدة. عندنا هاد لامارك هادي حاجة زوينة تبارك الله. وعندنا شي ديال الستة، هاهي كاينة ديال الستة وفيها ديال ربعة بثمن جد مناسب وبجودة ممتازة جدا. كاين هاد الغونجمون هذا ديال الماس، ها هو كاين هاد الغونجمون هذا ها هو نشوفوه عن قرب. ها هو هذا بحال دروج كيدار وصل البلاكار وتينظم حتى هو بواحد الطريقة زوينة وعملية. فكاين بزاف ديال المنتوجات الحمد لله اللي ان شاء الله غينالوا الاعجاب ديالكم في سوق القريعة عند محل طوب ارتيكل زنقة ماي نظرات رقم 7. كاين هاد الغونجمون هذا ديال الصوابط، كدير فيه الصباط الفوق والصباط التحت باش كتيكونوميزي ليسباس باش كتربحي البلاصة. بحال دابا هنا قبل هاكا مستفين واحد حدا واحد، هنا يعني بهاد المنظم هذا قدرنا نربحو النص تاع البلاكار. فهمتي؟ وكاين العديد من المنتوجات ان شاء الله فاش غتجيو غادي نوريكم كل حاجة على الحيدة ديالها، ولاش كتصلاح، وشنو هما المميزات ديالها، وشنو غتستافدو منها. يعني المنتج قبل ما تشريوه من عندنا نعطوكم اشنو غتستافد منه، علاش غادي تشريه من عندنا. فهمتي؟ بواحد الطريقة اللي بسيطة اللي غادي توالمكم ان شاء الله، وفي نفس الوقت يعني غتعطي واحد القيمة مضافة في هذا المجال ديال المطبخ والحلويات، المطبخ والحلويات والتنظيم والترتيب، المهم كل ما يخص المطبخ وكل ما يخص التنظيم والبيت واكسسوارات الحمام. غتلقاهم عندنا حنا في محل ديال طوب ارتيكل زنقة ماي نظارات، تلقاو ان شاء الله النصيحة، وتلقاو ان شاء الله اثمنة مناسبة، والحاجة اللي خدامة لكم نقول لكم هادو راه مزيانة توكلوا على الله فيها، وكحاجة اللي ما خدامش لكم هادو نعطوها تيسع، نكونوا حنا كمرجع ديالكم في هذا المجال ديال الأواني المنزلية بسوق القريعة. فمرحبا بكم. كاين هادو هاد الحكاكة وصفاية في ان واحد، كاين هاد سلاب شوب هادي بجودة ممتازة، كتقطعي بها الثومة البصلة أي حاجة مزروبة غير بحركة بسيطة كتقضي الغراض، نقيتي على الجلبانة. هادي الآلة اللي كتصيبي بها السوشي، بغيتي تصيبي السوشي بصنع منزلي في الدار وصحي، فوالا هاهي أباراي اللي غتساعدك باش ديري الشكل ديال السوشي. رشاشة تاع الزيت، كنوريكم غير المنتوجات اللي كاينين هنايا في عجاله ان شاء الله، المنتوجات اللي عندنا وكل حاجه لاش كتصلاح، وان شاء الله فاش غتجيو غادي نخصصوا لكم وقيته باش نعطوكم جميع المعلومات اللي غادي تسولوا عليها. وان شاء الله غادي نبارطاجيو دي فيديو في اليوتيوب عندنا وفي القناه ديالنا طوب ارتيكل ماروك وفي الانستغرام وفي الفيسبوك على كل منتج بوحده باش نعرفوا شنو هما المنتوجات وشنو كل حاجه لاش كتصلح. كاين هاد الطقم هذا ديال السوفيد ومع لي ساشي ديالو باش ايكونوميزي ليسباس كما قلنا، كتربح ليسباس في الكونجيلاتور وفي الثلاجه، كتفرغ الاكياس من الهواء باش كتحافظ على القيمه الغذائيه ديال الماكله. درتي اللوز القرقاع، درتي اللحوم، درتي الخضره، درتي القطنيات، اي حاجه درتيها كتبقى لاطول مده، وفي نفس الوقت كتحافظ لك على القيمه الغذائيه ديال اي حاجه.
عصاره هذه مانويال بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين الله يحسن العوان، الناس اللي كيديروا السبور، الناس اللي كي هكا كيبغيو يديو عصير فريش، يعني يكون معاه عصير فريش يكفي انه يشري غير الفواكه وبطاطا زر واحده عصاره بورتابل دير معاك في الطوموبيل، دير معاك السفر، دير معاك الرياضه، دير معاك لاي بلاصه، عصير طبيعي منعش بطريقه زوينه وسهله في الاستخدام. كاين هاد العساله هذه اللي كتهبط العسل من التحت، كاين عصاره ديال الثومه اللي لقات واحد الاقبال كبير عندنا وداوها الناس بزاف، هي جات من جديد. كاين هاد السدور تاع لي ساشي باش ما كيبردوش لاي حاجه بحال لي تشيبس، بحال اي مثلا شي حوايج كيكون فيهم كونتيتي كثيره كتحلهم من الساشي ديالهم وما كيتسدوش، واخا كدير لهم شي فيليل ولا شي حاجه ما كيتسدوش مزيان. هاد السدور كيسد لك اي ساشيه. كاين هاد هادي غادي نرجعوا ليها حتى هي من بعد. كاين هاد ميني هاشوار خطيره اللهم بارك، صغيره ومطوره وحاره تبارك الله في الخدمه ديالها. الثومه البصله اي حاجه اللي تتكون خفيفه وبورتابل، دير طاجين في البحر، دير طاجين في الغابه، يعني دي معاك غير هادي، هادي تقضي لك الغراض بواحد الطريقه سهله وسريعه وعمليه وسهله. هادي هاشوار تاع الخيط، الناس اللي سولوا عليها بزاف، ها هي راه عندنا الهاشوار اللي كبر منها تاع الخيط، حتى هي هذه حتى هي هاشوار بحال هذه حتى هي تاع الخيط. كاين هذا السبونسور ديال صابون ليكيد، هذا كاين، هذا ها هو الطحانه تاع الربيع، كاين الطحانه تاع الفرماج. المهم تويشيات ان شاء الله اللي غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تحتاجوهم ضروري في المطبخ. هاد التويشيات ضروري غتحتاجوهم في المطبخ لانهم كيسهلوا عليك باش توجدي الوجبات ديالك، وفي نفس الوقت كتوفري الوقت، وفي نفس الوقت يعني حاجه اللي في المتناول ديال الجميع. هاد الشيء راه كانوا غالي، كان الثمنه ديالو غاليين، وحتى في الانترنت كتلقى لا ليفغيزون الناس كيوصلوا حتى للدار، يعني كتلقى واحد الثمنات اللي غاليين شويه بالنسبه للدرويش ما يقدرش يشري هاد الشيء، فهمتي. حنا وفرناه اليوم هنا سوق القريعه زنقه مالين الدارات طوب ارتيكل، وجدت لكم هاد المنتجات باثمنه مناسبه للجميع وبجوده ممتازه. حنا قبل ما كنشريو هاد المنتجات كنقلبوهم لان حنا عندنا خبره في هاد الشيء، كنقلبوهم نشوفوا الجوده ديالهم، الا كانت صالحه راه مزيانه، ما كانش صالحه كنحاولوا نجيبوا اللي صالح. هذه الشيته ديال المعان، هذه النقايه تنقي بها اللوبيا في الجلبانه اي حاجه صبيعات، اما هذه كتعزلي بها الصفر بوحدو والبيض بوحدو، ها هو هذا العلاقات على الكراطات كما ديجا شرحنا في لي فيديو السابقين، اللي باقى ما شافش لي فيديو رجع، واللي باقي ما تابوناش يتابونا ويطاقي الناس اللي عزاز عليه باش يجيو المحل عندنا ويوريهم هاد التويشيات هاد. فوالا علاقه الكراطات، علاقه الكراطات، اغطيه السيليكون اللي بغيت نهضر عليهم بقاو معايا عافاكم. هادو جوج موديلات ديال اغطيه السيليكون، عندنا هذا الموديل هذا كاليتي مزيانه، وعندنا الدوزيام شوه ديالو ها هو يعني نقص الثمن، هذا 25 درهم، 30 درهم باش كنبيعوه للكليان 25، وهذا 60 درهم. هاو هما بحال بحال ولكن مختلفين في الجوده ديالهم، فهمتي. داكشي علاش كنقولوا ما امكن حاولوا تاكدوا من جوده المنتجات عاد باش تقداو، ما كيباش لكم يعني يبان لكم هذا بلومبالاج ديالو بكل شيء ليه وتقولوا هذا راه هو احسن ما كاين في السوق، ها هو هذا رخيص، هذا اغطيه السيليكون ورخاص، هادو لا، هادو غلط عليهم. ولافونتاج انهم ما كي ديفورماج، واخا كالانسان كي يتيريهم مزيان ما كيتمزقوش وكيتعقموا يطيبوا في العافيه ما كاين مشكل. هادو لا، كاين هاد البورت بابي ها هو شكل زوين، مرحبا بك لالا خذ راحتك، مرحبا. كاين هادو تاع لي بيجو تاع الخواتم تيجيو واحد الديكور زوين. كاين هاد الصفاي تاع المقالي باش كتصفي به كتديريه فوق المقله ولا فوق اي انيه من الاواني وكتصفي الماء ديالك ولا هذاك الشيء اللي بغيتي تصفيه بواحد الطريقه زوينه وسهله. كاين هاد الشيشه ديال المعن، ها هي الشيشه ديال المعن شكلها زوين وانيق، وفي نفس الوقت كتحافظ لك على يديك من جهه لي برودوي، وفي نفس الوقت
يعني كتيكونومي هذاك البرودوي اللي كي مثلا كي الا كان تيضرب شهر تيضر لك مع هذا البرودوي شهر ونص. كذلك هذا الموديل هذا حتى هو هذا اللي كان تيضرب لك برودوي شهر بهذا لاباراي كيولي يضرب لك 3 شهور 4 شهور. هذا لاباراي اوسي ديال المعن وعندها السيبور ديالها وضد العفونه، وعندنا موديلات اخرين حتى هما غنوريهم لكم ان شاء الله. هذه لاش كتصلاح اللي سولونا الناس عليها، هذه كتصلاح للجبابن، كيداروا فيها جبابن باش كتسقطروا الجبابن. كاين الفوانيس، فوانيس الموديلات والاشكال ديالهم، الفوانيس شتيهم موديل زوين. هادو هما الفوانيس الكبار، المبخرة تاع الرموش هما، نحاول نوريكم اهم المنتوجات اللي كاينين. مبخرة تاع الرموش كاين هاد هادي مبخرة مرخمة حتى هي راه دايرة ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، سيرتو في الكونت انستغرام ديالنا طوب ارتيكل ميزون غتلقاوها. كاع هادشي اللي كنبارطاجي معاكم دابا غتلقاو لي فيديو ديالو ولي فوتو ديالو في لاباج انستغرام. كاين هاد المنظم هذا ديال شتات سنان، كاين المنظم ديال شتات سنان، الصندالة ديال الغسيل، هذا اللي كيعطي بلانفخاغوج تيد وصافون. هادي الناس اللي سولونا عليها راه حطيت الفيديو ديالها وحطيت التصاور ديالها. هادي اللي كدير لافابو باش كتمنع تسرب الماء، ولا عندك شي هكا شي تقبه ولا شي حاجة يعني ما بين الكرسي ديال الطواليط وجليج ولا لافابو وجليج، كدير هادي باش كتمنع تسرب الماء، وفي نفس الوقت يعني هذوك البخاخاش ولا اي حاجه ما كتسربش لك، الحشرات الصغيره ما كتسربش لك، وفي نفس الوقت كتعطي واحد الجماليه في اللافابو ولا في الطواليط. كاين هذا تاع الجليج، هذا كيديروه في الجليج ما بين جليجه وجليجه باش كتبدل الديكور ديالو. كاين هاد لي بول هادو بالعبار، هما الشكل ديالهم زوين، هما لي بول الصغيره والكبيره. كاين منظم تاع القطنيات هذا حتى هو يلاه جا، كاين هذا الحجم الكبير وكاين هذا الحجم الصغير. البانيوات اللي كيتجمعوا وكيوليو بانيو كبير وكيتجمعوا قراده وكيتجمع، شوف هاد الماعن حتى هي اللي كتجمع وكتعاود ترجع. اغطيه تاع السيليكون بواحد الطريقه زوينه وعمليه، هادو راه تشوفوهم بزاف الانترنت، يعني اي انيه عندكم بغيتو تغطيوها ها هي. يعني كاين واحد التنوع تبارك الله، كاين بزاف ديال لي تخيك، مساحة تاع الجاج، هاد الحلفة هادي ديال مساج وحكان، فهمتي؟ يعني كاين بزاف، مساحة ديال الجاج فيها جوج ماركات، فيها هاد الماركة هادي، وفي هاد الماركة هادي، بوخت بابي ألمنيوم، هاهما، الكوان هذا فليكسيبل اللي تيدور بلا فيسات بلا والو، يعني كاين واحد التنوع تبارك الله، منظمة القطنيات، كاين بزاف ديال الأمور. الشبكه اللي تجي فوق لافابو حتى هي راه كاينه، يعني مرحبا بكم، حاولوا تجيو عندنا المحل زنقه مالي النظارات رقم 7، مرحبا، تلقاو واحد التنوع ان شاء الله في المنتجات، وتلقاو منتجات اللي كتسهل الحياه، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم واحد القيمه مضافه في هذه المنتجات، يعني نبينوا لكم كل حاجه باش كتصلاح. هادو تاع المانطا، الناس اللي كيقلبوا عليها المانطا اللي كتشد لك ليسباس ولا شي حوايج ديال البرد بغيتي تخبيهم حتى البرد الجاي ولا المان حتى البرد الجاي ولا الكوفر اللي حتى البرد الجاي، هاد الما هادي كديريها وسط هاد الساشيه هادي، كتجبدي اسبيراتور الا ما عندكش اسبيراتور كديريها غير بيديك، يعني كتقلصي الحجم ديالها ل 75%، فهمتي؟ يعني كيولي الحجم ديالها صغير باش كتربحي لاسباس وكتخبيهم حتى العام الجاي. بغيتي تسافري هذا لي ساشي هما الحل باش كدي بزاف ديال الحوايج، ولا بغيتي تجيبي معاك بزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ في ساك صغير فيها جوج عبارات، فيها اللي فيها 70 على مترو ها هما، وكاين اللي فيهم 80 على مترو. فمرحبا بكم زنقه مالي نظارات الرقم 7، سولوا على المحل امين، اللي ما عرفش المحل سول على محل ديال امين طوب ارتيكل ولا محل امين بحال بحال. مرحبا بكم ان شاء الله نلقاكم على خير فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا معنا ولا ديروا زر لايك ولا تطاقيو الناس العزاز عليكم ولا تابونا ولا ديروا اللي بغيتوا. المهم حنا راه ان شاء الله مستمرين بالفيديوهات ان شاء الله، ولا جيتوا عندنا المحل مرحبا بكم. خليتكم على خير، كان معكم امين زاري، والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.